الله يستر. أخي جميل طمنا. يا عم طاهر والله جبتوني على الفاضي، ما كان في داعي نجي على المراجعة. لا منيح أنا مشان نرجع نروح على المركب، أنت هلأ صرت من الطاقم. عمو شو قصدك؟ خلصوا بجنات تخرج. يعني مو موظف لفترة، رح تشتغل دائما. أمي شو يعني هلأ نحن رح نضل هون؟ لك شو هذا اللي عملته طاهر؟ خلص هلأ جاوبي الولد نفس. طبيعي أنت؟ ماما خلينا نضل هون. طيب طيب رح نضل هون. حلو بس لنتأكد. قتلوا بسببك. شو القصة عمي؟ ما فهمت. مرجاني كانت رح تموت. شو؟ كانت رح تموت؟ يد حبيبي تعال معي شوي. شو اللي صار عمي جميل؟ شو صار يعني؟ أختي قطعت شرايين إيدها وحاولت تنتحر، لك أنت دمرت لأختي. لك بسببك أنت بنتي وصلت للموت، لقد ابنك ونلعي، جميل بعد هو من قدامي، عمل لك بعد هو من قدامي جميل قبل ما أبتلي فيها بعد هو. عمي جميل أوعك تفكر تلمسها. خلاص ونلع من قدامي. لك خلص، بكفي بقى، خلصنا. نفس وين؟ المريضة بدها تحكي مع نفس وبدها إياها لحالة. مستحيل. ما رضيت تحاكي حدا منا وهلأ بدها تحاكي هاي؟ نفس وقفي. تركني طاهر. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.